فلسطين أمانة وتطبيع خيانة. احنا في الجبهة المغربية اللي دعم فلسطين وضد التطبيع، تنقولوا اليوم بأن الشعب المغربي تيرفض التطبيع، وبأن التطبيع مع الأنظمة يمكن ينجح بالضغط عليهم، ولكن مع الشعوب ديال الساحل الشعوب كترفض التطبيع. الشعب المغربي اليوم خارج 36 مدينة باش يقول لا للتطبيع، باش يقول أنه تيرفض التطبيع. الشعب المغربي تيساند الشعب الفلسطيني وغيبقى يساند الشعب الفلسطيني، لأنه شعب تحت الاحتلال. الشعب المغربي شعب تيناصر المظلومين. أنا معاد جحري، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. بعد القمع الذي تلقيناه يوم الأربعاء بمناسبة الزيارة ديال المجرم بيني غانتز إلى المغرب وعقد اتفاقية تعاون عسكري بين المغرب والكيان الصهيوني، اليوم هو يوم عظيم في تاريخ الإنسانية، هو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وها نحن نقمع مرة أخرى شر قمع بمجرد وقفة سلمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني دعت لها جبهتنا. وهناك اليوم حضور مكثف من مختلف الأجيال والأعمار ديال المناضلين المناصرين للقضية الفلسطينية، والذين يرون بأن التطبيع مع العدو الصهيوني هو عار وخيانة للقضية، وهو ضد مطامح ووجدان الشعب المغربي. وشكرا. بعد أن دعونا كجبهة مغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من أجل أن نجعل من هذا اليوم يوما وطنيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخارج اليوم 37 مدينة كتحتج في نفس الوقت بنفس الشعار على أننا مستمرون في النضال حتى إسقاط التطبيع، ومستمرون في دعم الشعب الفلسطيني. وأغتنم هذه الفرصة لأندد بهذا القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات العمومية والأمن المغربي ضد المناضلات والمناضلين، ضد الداعمين للقضية الفلسطينية. تحية لكم وشكرا لكل المواطنات والمواطنين والمناضلات والمناضلين اللي جاوا اليوم يعبروا على الموقف ديال الشعب المغربي. إذن كيف كنت كنقول، هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اللي كتخلدوا كل الشعوب وكل الدول تضامنا مع نضالات وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل أن يحرر أرضه، من أجل أن يبني دولته الحرة على كامل التراب الفلسطيني بعاصمتها القدس.